تحت شعار أنا طفل لا أطيق الجوع، نفذت مؤسسة التواصل للتنمية الإنسانية مشروع توزيع تغذية الأطفال عبر مستشفيات مدينة تعز التي تقدم خدماتها في مجال الأمومة والطفولة، وتسلمت مستشفيات اليمني السويدي للأمومة والطفولة والمظفر التخصصي والتعاون 6 طن من المكملات الغذائية لفئة الأطفال من عمر شهر إلى عمر سنة بتمويل من مؤسسة الرحمة العالمية بدولة الكويت وجمعية أطباء حول العالم بتركيا. ويهدف المشروع إلى التخفيف من الأعباء المادية للأسر في تعز، وذلك نظرا لارتفاع أسعار حليب الأطفال والمكملات الغذائية في السوق المحلية. ومن المتوقع أن يستفيد من هذه المساعدات قرابة 2500 طفل في مديرية المظفر والقاهرة وصالة. هذه القافلة مهدى من الرحمة العالمية دولة الكويت وكذلك أطباء حول العالم تركيا. طبعا هذه القافلة الإغاثية تحتوي على مكملات غذائية للأطفال وكذلك مجموعة من الحليب والبسكويت. تأتي هذه القافلة الإغاثية لتلبية نداء أبناء تعز في إغاثة الأطفال. سيتم تقديم هذه البسكويت والحليب عبر المستشفيات العاملة في محافظة تعز والتي تهتم بالأمومة والطفولة، لمستشفى المظفر ومستشفى التعاون ومستشفى اليمني السويدي. الشكر موصول لأطباء حول العالم دولة الكويت، وكذلك الشكر موصول للرحمة العالمية، نأمل منهم مزيد. الوضع الصحي في تعز وضع مزري ومأساوي، تعز منكوبة ولا زالت تعاني من الحصار، ولا زال الحصار قائم فيها، ولا زال المشكلة قائمة. الأطفال في مدينة تعز يعانون مشاكل صحية نتيجة للوضع الذي تعيشه محافظة تعز. شكرا لمن قدم الخدمة لمدينة تعز، والشكر موصول لكل من ساهم ولكل المحسنين، وشكرا. فهد محمود حسن، القائم بأعمال مدير عام مستشفى المظفر. أطفال تعز يعانون من سوء تغذية حاد نتيجة للحصار المفروض على المحافظة، واليوم قد حصلنا على دعم من أطباء حول العالم ممثل بقافلة الإغاثة مؤسسة الرحمة العالمية لدولة الكويت. هي عبارة عن حليب ومكملات غذائية. كما الشكر موصول لمؤسسة التواصل للتنمية الإنسانية ومستشفى المظفر. هو مستشفى خاص للأمومة والطفولة ويستقبل عدد كبير من الأطفال، ونحن الآن قد فتحنا قسم جديد خاص بسوء التغذية.